احمد. صباح الخير زميل عبيده. يعطي استاذ احمد، احنا شفنا تقريركم الصحفي، وزي الان زميلتنا ديما الان تعرض لنا على الشاشه صور الكارثه البيئيه في مخيم الحصن نتيجه لتقليص لمنظمه الانور ولاعداد العاملين في المخيم الحصن في اربد اللي هو مخيم الشهيد عزمي المفتي. نعم. استاذ احمد، يا ريت بس تضعنا بابرز التفاصيل التقرير اللي عملته. تفضل استاذ. صباح الخير زميل عبيده، وصباح الخير لجميع المشاهدين والمستمعين. في البداية يعني هو هناك مخيمين في محافظة إبد، وهي مخيم العودة في وسط مدينة إبد، ومخيم الشهيد عزمي المفتي في مدينة الحصن. حقيقة هذا المخيمان يعانيان من أوضاع بيئية وصعبة حقيقة جراء قيام وكالة الغوث الدولية بتقليص عدد عمال الوطن. حقيقة كان هناك 20 عامل وطن في مخيم الحصن، الآن تخلص عددهم إلى 11 عامل. زميل عبيدة. نعم. تفضل أستاذ أحمد. تخلص عددهم إلى 11 عامل في مخيم الحصن. أصبحت يعني شوارع مخيم الحصن ممتلئة بالنفايات والإنقاذ حقيقة جراء عدم وجود عدد عمال كافي لقيامه بإزالة النفايات من الشوارع والأزقة داخل المخيم. تبقى الحقيقة النفايات في الحاويات أكثر من أسبوع، والأمر الذي تسبب بانتشار البعوض والحشرات خصوصا، وانتشار رواح الكريهة خصوصا مع قدوم فصل الصيف وشهر رمضان المبارك. زميل عبيدة، حقيقة بلدية إربد الكبرى تدخلت أكثر من مرة، وهي مش من اختصاص حقيقة، هي اختصاص الوكالة تدخلت عبر آلياتها عبر عمال الوطن فيها بقيام بحملات نظافة شاملة بالمخيم للقضاء على أو لإزالة النفايات المتراكمة منذ أسبوع. يعني أستاذ أحمد، إحنا الآن بدنا ننتقل للناطق الإعلامي باسم وكالة الأونروا منال السلطان. خليك معنا أستاذ أحمد، خلينا نستمع للأستاذ منال ونشوف بعدها شو بنقدر نحكي. يعطيك العافية أستاذ منال. أهلا الله يعافيك. يعني إحنا بدنا أستاذ أحمد. أهلا وسهلا فيك، الله يعطيك ألف عافية، يعني برحب فيك ببرنامج صوت الوطن. يا أستاذي بس منال، يا ريت بس تحطينا بأسباب تقليص عمال الوطن في مخيم الشهيد عاصم المفتي في الحصن في أربد. تفضل أستاذي منال. هلا لأكون يعني كانت الوكالة منذ بداية تعرض على الأزمة المالية التي لا تخفى على حدا، كانت الوكالة في درجة عالية جدا من الوضوح والشفافية مع المؤسسات الإعلامية ومع أهلنا في المخيمات ومع كافة اللاجئين سواء في الأردن أو في مناطق العمليات الأخرى، لبنان والضفة الغربية وغزة وسوريا. بدي أكون واضحة، إحنا عم نعاني من أزمة مالية ما إلها مثيل بتاريخ الأونروا ولا 70 سنة. من اليوم الأول لعرفنا بالوضع المادي، ظهر المفوض العام على مؤتمر صحفي وقال رح تضطر الأونروا تأخذ قرارات صعبة، والهدف من هاي القرارات هي الحفاظ على خدماتها للأونروا والحفاظ على مكتسبات اللاجئين الفلسطينيين، الحفاظ على مكتسبات زملائنا الموظفين. وكان الهدف الأساسي مش بس لنعمل تضامن داخلي بأسرة الأونروا الكبيرة من لاجئين فلسطينيين من مجتمع محلي وكذلك من زملاء بين الموظفين، كان الهدف الأساسي إنه نكون واضحين وصريحين من اليوم الأول. إحنا عم نعاني من أزمة مالية لا تخفى على أحد. بس أستاذ عشان الصوت بس شوي، يا ريت بس هيك تضبط لنا صوت شوي من عندك أستاذ منال. هيك صار أوضح؟ هيك صار أوضح؟ تمام، هيك ممتاز، شكرا لك. ممتاز. هلا نظرا للوضع اللي عم نعاني منه من الأسباب بسبب تقلص المساعدات المالية والإسعافات المالية، اضطرت الأونروا إنها تأخذ إجراءات تقشفية بإنه تحدد أولوياتها. مثلا لأعطيك يعني نحن في إقليم الأردن شو كانت أولوياتنا؟ دفعات المساعدات المالية النقدية للفئات الأكثر احتياج المسجلة بشبكات الأمان الاجتماعي، الدفعات المالية لشراء اللوازم الطبية الحيوية للعيادات، تسديد تكاليف العلاج في المستشفيات لمن هم بحاجة إلها. يعني أستاذي بس بدي أحكي لك شغلي كمان، إنه إحنا بنحكي عن 45,000 لاجئ، يعني كان في حلول بديل، إنه يعني بتوقع إنه كان لقينا حلول غير هاي الحلول. أنا إذا بتسمح لي جيتك أستاذ الكريم. هلا واحد من الحلول كانت إنهاء عقود عمال المياونة وما استهدف فيها
بس الجانب الخدمي. جميع عمال المياومه الموجودين باقليم الاردن تم انهاء عقودهم، لانه هن بالاساس عمال مياومه. نظام عمال المياومه في الاردن هو هدف دعم واستكمال عمال الموظفين الدائمين. لم يكن هناك اي اجراء يمس حقوق الموظفين الدائمين اطلاقا. جزء من عمال المياومه للاسف كانوا من زملائنا من عمال النظافه، لكن ما يعني وتفاوت التاثر من مخيم لاخر. انا بدي احكي بالضبط عن مخيم الحصن اللي اليوم نحن عم نحكي عنه. واكيد استاذ احمد بيعرف تفاصيل التفاصيل، واللي بدي اذكره لن يكون جديد عليه. حاليا في اسباب كثيره بالاضافه لموضوع تقليص عدد عمال النظافه هو عم بيسبب تراكم النفايات. يعني هذا مش السبب الوحيد اللي بياثر. اليوم في عندنا كثافه سكانيه كبيره جدا. نحكي عن 45 الف لاجئ في المخيم، مش لاجئ، مسجل من اللاجئين 25 ألف لاجئ من قيمة سكان المخيم. اليوم في جاليات أخرى تسكن في المخيمات نظرا لصعوبة الأحوال الاقتصادية وأسباب كثيرة، ففي عائلات وجاليات أخرى تسكن داخل المخيمات. كمان يعني في أسباب كثيرة، لكن أنا ما بدي أفوت بالتفاصيل، بدي أركز على موضوع زملائنا من عمال المياومة. الحقيقة الأمر وعم بتحاول من خلال نشاطات ومن خلال نشاطات توعوية وإرشادية على خلق توعية بيئية لسكان المخيمات جميعها بما فيها مخيم الحصن. يعني في إجراءات أنا كساكن في المخيم بقدر أعملها، لا بتكلفني ولا بتكلف المؤسسة، لكن بتجعل البيئة أفضل. واحدة منهم مثلا على سبيل المثال نخرج القمامة، تخرج كياس القمامة بأوقات معينة. هاي الأوقات بتتناسب مع مواعيد جمع القمامة. طيب. يعني طيب. أستاذي منال، بدي أنتقل بس عشان يعني انتقلنا للموضوع هذا، بدي أنتقل للأستاذ أحمد بس، أنه بيحكي لنا أنه من خلال تقريره يلي عرضه بيحكي أنه يعني في 11 عامل من أصل 20 عامل اللي يعني اللي لساتهم موجودين في المكان، وأيضا غير هيك بيحكي لنا أيضا أنه الأوقات اللي بيشتغلوا فيها العمال غير مجدي أيضا في الموضوع. فياريت أنه يعني ما بنقدر نلاقي حل بديل لهذا الموضوع أستاذي منال؟ العمال بيداوموا دوام رسمي. زملائنا عمال النظافة في الأونروا هم موظفين أونروا رسميين، بيلتزموا بعدد ساعات عمل الوكالة وبيلتزموا بأنه يعني يشتغلوا بهذه الفترة. نحن الأونروا حتى قبل الأزمة المالية اللي عم بتعاني منها لا تجمع النفايات. إحنا ما في عنا شفت مسائي لجمع النفايات. أيوة يس. وإله كتير أسباب ما إلها علاقة في الأسباب المادية حقيقي. واحدة مثلا من أسبابها شوارع المخيم شوارع ضيقة، الناس لما بتروح من دواماتها بتصف سياراتها، بتصير وجود السيارات بيمنع إنها تمرق الآليات، بتشكل عوائق بالضبط. فهي ما إلها علاقة بالأزمة المالية. دوام إحنا عندنا شفت صباحي لجمع النفايات. واحدة من الأفكار اللي لا زالت الأونر وتحاول تطبيقها من خلال النشاطات التوعوية، إنه سكان المخيم والقاطنين في المخيم يطلعوا زبالتهم بأوقات تتناسب مع جمعها، يعني خلال النهار بدل ما أنا يعني متعارف عليه. يعني هذا ضمناً بين السكان؟ طبعاً هذا من تاريخ الأونر، وهذا مش قرار جديد. هذا واحد. بالنسبة لعدد العمال أنا بدي أكون صريحة معك. تفضل. عدد العمال في جميع العمال النظافة الموجودين حالياً على رأس عملهم في جميع المخيمات ثلثين الكادر الأساسي. يعني ما في عمال، برجع وبحكي عمال المياومة هم مش الأساس. نظام المياومة هو هدف دعم واستكمال للعمال الدائمين. العمال الدائمين الحاليين موجودين هم الثلثين، لكن السبب إنه لما منعد 11 بيطلع معنا 11، لأنه في عامل النظافة هو من حقه إجازات مرضية، من حقه إجازات سنوية. فإحنا منيجي منعد قديش مداوم، ما منعد قديش الموجودين حقيقيا على الكادر. عرفت علي؟ فهي نقطة. كمان بدي أكد على شغلة ثانية، إنه حاليا يعني من أسبوعين يمكن حتى أستاذ أحمد وسكان المخيم اللي عم يسمعونا اليوم. أستاذ منال، كونه أحمد يعني الأستاذ أحمد التميمي من يعني من نفس يعني من نفس المنطقة وعنده إلمام بالموضوع، أستاذ أحمد السكان عندهم علم بالأوقات التجميع يعني بالأوقات معينة؟
لا زميل عبيدة، بس الصوت ما كانش مسموع بالنسبة للست منال. يعني مثل ما فهمت من الواقع أو الهيئة من معدة البرنامج إنه يعني وصلت لي الملاحظات اللي حكتها الهيئة إنه في أوقات معينة لإخراج النفايات، وهذا يعني غير مطبق حقيقة في مخيم الحصن. هناك تراكم عشوائي للنفايات وأوقات على مدار الساعة يقومون أهالي المخيم برمي النفايات. أستاذ أحمد، يعني الأستاذ منال بتحكي إنه في أوقات يعني محددة، والمسألة حتى ما بيقدروا يحطوا مثلا، شفت مسائل أول شيء الشوارع ضيقة والموظفين بيكونوا روحوا من بيوتهم، فالسيارات ما بتقدر تتنقل بين شوارع المخيم، يعني عزت هذا سبب لأسباب الشفت المسائي. هو ما فيش دي أصلا شفت مسائي، أنه لعدم وجوده أصلا، يعني عزت هاي بالضبط. هم عمال الوكالة يعملون للساعة الثانية أتوقع زميل عبيدة، لا يوجد هناك يعني شفت مسائي لخدمة المخيم. يقومون الأهالي حقيقة بوضع النفايات، يعني إذا كان عندك النفايات داخل المنزل يقوم المواطن بإخراجها بأي وقت. يعني كم عدد العمال اللي بتتوقعوه استاذ احمد عندكم، يعني لحتى يقدر يغطي هاي يقدر يعني المخيم. كان عدد عمال الوطن في مخيم الحصن 20 عامل وطن تخلص الى 11. في عدد سكان المخيم يزيد عن 45,000 نسمه. بحاجه حقيقه الى اكثر من 40 عامل وطن لمخيم الحصن، يعني على اذا مش اكثر زميل طيب. عبيده 45,000 نسمه. طيب او احنا كمان يتحدث الى اكثر من 45,000 طيب. 60,000 نسمه. بدي ارجع استاذ احمد، بدي اشكرك، خليك معنا استاذ منال. يعني الاستاذ احمد تميمي بيحكي لنا انه لا علم يعني للسكان انه في موعد محدد للنفايات بحيث انه يكون هنالك انجاز اسرع حول هذا الموضوع. ما في موعد، بس عشان لا انه ضمنا اللي بنحكي فيه ضمنا، يعني عفوا يعني احنا كل اهالي المخيم، يعني انا بستغرب هذا الشيء، كل سكان مخيمي بيعرفوا، لانه اساسا عمال الوطن هم من سكان المخيم، يعني هم مش ناس من يعني من مناطق اخرى بيجي الصبح بيعمل وظيفته وبيروح، هو من سكان المخيم. والجميع بيعرف انه من عمر انشاء المخيمات جميعها لا يوجد شفت مسائي لجمع القمامة. فإحنا عنا من الصبح للساعة 2:30-3 من 7 الصبح ل 2:30-3 هذا هو الشفت المتعارف عليه. هلأ ما بقدر أقول لك إنه أهل المنطقة بتعرف أي ساعة بيمرق عامل النظافة على شارعهم. لا إحنا بنحكي إنه يعني زي ما حكيت إنه مثلاً معروف إنه خلال هاي الفترة الصباحية. لا مثلاً معروف وهم طيب. سكان المخيم. طب أستاذي عشان وقت البرنامج بدي أسألك سؤال أخير أستاذ منال، إنه ما كان في هنالك أي تعاون مع الجهات الرسمية داخل محافظة إربد؟ ما في أي مخاطبات تمت بينكم أنه حطيتوا الناس بالصور، مثلا لو خاطبتوا بلدية إربد الكبرى بحيث أنها تساندكم بهذا الموضوع، تشوفوا جهات داعمة خارجية غير يعني في ظل تقليص دعم للأنروا؟ عشان أكون صريحة، بالأسابيع الماضية أنا هاي النقطة كنت بأحكيها لكن الصوت ما كانش واضح. خلال الأسابيع الماضية كان يعني إحنا بنراقب الوضع من يومة الأزمة، من اليوم رقم 1 على أرض الواقع، وعم نحاول نلاقي حلول بديلة ويعني تحريك الموارد من برامج لأخرى لتلبية احتياجات أهلينا في المخيمات. واحدة من الأشياء اللي يمكن لمسوها أهل المخيم على يومة الجمعة من أسبوعين وطالع من أكثر شوي، كان إحنا يومة الإجازة الأسبوع يومة الجمعة ما في جمع للنفايات وبيشهد تراكم كتير كبير. لذلك كانت الأونروا قدرنا من خلال تحريك الموارد إنه من كم أسبوع وبتطالع صار يومة الجمعة في جمع للنفايات، هذا كان له أثر كتير كبير. لكن برجع وبقول مش هو هذا الحل الوحيد، في حلول أخرى ما بتكلف بنقدر إنه نتعاون فيها. شغلة ثانية، البلديات ودائرة الشؤون الفلسطينية في حوار دائما مستمر، كل يوم الصبح هذا الفايل يفتح وهذا الفايل بينحكى فيه، وعم نحاول نلاقي حلول تتفاوت، يعني الأمور على قدم وساق يعني لحل هذا الموضوع أبداً. إن شاء الله تعالى. بس إذا بتسمح لي جزء بس أحكي شغلة تفضل واحدة. لا سريعا إذا سمحت تفضل. ثواني خلال يعني أنا بدي أكون جدا واقعية. موضوع الإجراءات التقشفية بالرغم من الجدل الكبير والانتقاد الكبير اللي عم يتعرض له، بدي أكون واقعية وصريحة. موجة الانتقادات هاي لازمنا منشوف إنه خلال 6 أشهر من تاريخ الأزمة هاي الإجراءات التقشفية كان لها أثر كتير كبير، ولا عيادة تسكرت ولا دواء انسأد
ولا مدرسة تسكرت. جميع عياداتنا 26 بيعملوا، 4 عيادات أسنان بيعملوا على قدم وساق، ما ولا يوم تسكرت عيادة، ولا دواء حج أو حجة راحوا يشوفوا دواء ضغط أو دواء سكري من سأل. مدارسنا انفتحت رغم الرهان الكبير أنه كانت مدارسنا رح يعني تسكر. جهودكم أستاذ منال مشكورة، يعني ما شاء الله عليكم أنتم، يعني مش كمان أكيد يعني هدفكم الأسمى خدمة المواطن واللاجئ وين ما يكون. بدي أشكرك أستاذ منال سلطان ناطق الإعلامي باسم منظمة الأونروا.